نجاند السلطات الاقليميه على راس السيد عامل صاحب جلاله باش ياخذوا بعين الاعتبار هذه القضيه اللي وقع في الاسامي الان ويحاول باش يقرب بين وجهات النظر. للاسف اننا اخر لقاء بركنا مع السيد الممثل ما يسمى بدي اجي ممثل الشؤون العامه وقالنا بهذا اللسان بانه هذه العلاقه ما بقاش عندكم انتم كمتقاعدين علاقه مع الشركه. احنا جاوبنا بهذا اللسان كذلك ان الا ما بقاش علاقه ماديه ولكن بقى العلاقه ما يسمى علاقه اجتماعيه، معنا باقي بيناتهم هذا الشيء ديال التغطيه الصحيه وباقي هناك روابط اجتماعيه. احنا ما كنطلبوش شي حاجه ماديه، احنا الان عندنا الصناديق ديالنا كنخلصوا من الصناديق، ولكن اللي كنطالبوا من الشركه هو تراعي المتقاعدين، تراعي الظروف الصحيه ديالهم، وخصوص الناس اللي كيخدموا في شركه بحال سمير كيخرجوا كلهم امراض، لما مرض في السنوات الاولى كيمرض قبل ما يتقاعد، معنى انه كنطالبوا من الجهات المعنيه ومن كذلك من وزاره التشغيل باش فرض وجودها وكذلك تعبن لو نيسيسير باش تلقى حل هذه المعضله. استجابه للمطالب ديالكم شنو غتعملوا به؟ الحقيقه من بعد هذه الندوه عندنا واحد البرنامج صعيدي ما غنعلنوش عليه الان، حنا باقي عندنا الامال في السلطات الاقليميه باش تعمل حل كما قلت قبيله باش تقرب وجهات النظر. حنا ناس ديال الحوار كما قلنا وما نشركوش حوايجنا بيدينا، حنا بغينا علاقتنا تبقى مع الاداره ديالنا علاقه مزيانه، هذا هو شي الاجتماع اليوم ديال المتقاعدين الجمعيه. جمعيه متقاعدي سمير حقا انه حنا متقاعدين في شركات اخرين ونفس المعاناه اللي كنعانيو حنا كيعانيو حتى الاخوان، وهاد الندوه اللي دارت حنا في الحنين ليها لانه غادا توضح غادا تعطي الصوت ديالنا للناس باش يعرفوا هاد الشيء اللي حنا كنعيشوا فيه. المتقاعد اللي هو كان خصو يكون في وضعيه مريحه الان لما خرج تقاعد ما خصوش يكونوا عنده مشاكل، الان هو اللي كيعاني من المشاكل اكثر، خصو يتجازى يا اخي. شكرا على السلام ورحمة الله. كيفاش هذا الاجتماع اليوم ديال جمعية المتقاعدين؟ والحمد لله ولدي الله يعاون هاد الناس راهما واقفين معانا زعما مادين يديهم لينا والحمد لله راه الله يبدل الساعه بخير وعلى خير. كنطلبوا الله ما زعما هادشي راه بزاف وما خصهمش زعما يديروا معنا بحال هادشي. حنا رجالنا زعما راه خدموا ضربوا تماره وخرجوا مراد خرجوا ما بحالتهم ما يتشاف وما استفدنا، وليداتنا بقاو بلا خدمه بلا ردمه والناس عير زعما خارجين على لاسامير وراه دخلوا اليوم وليداتهم، حنا ما لقيناش اللي يوقف معانا، وليداتنا راه هما جالسين وهذا ما كان. كيفاش في هذا الاجتماع اليوم؟ الاجتماع تقريبا داز ناجح، تقريبا تطرق لواحد العدد ديال المواضيع واللي تنشوف انا واللي غادي زعما اللي تنشوف انا بالاقتراح ديالي هو انتم كصحافه نبغي على الاقل تقريبا باش هاد الشيء يوصل. واللي تنطلب من الجمعيه ديال متقاعدي ديال شركه ستيل كيز ديال شركه، لان حنا كجمعيه ديال شركه ستيل كيز واللي تنطلب من الجمعيه ديال الجمعيات حنا تقريبا المشاكل ديالهم تنتقاسموها معاهم، تقريبا المشاكل اللي تيعيشوها حنا نيت نفس المشكل. اللي تنلح عليه دابا هما حنا على الابواب باش نكونوا فيدراليه، واللي تنتمنى من الاخ الخضر ككاتب عام ديال الجمعيه ولا جميع الجمعيات اللي كاينين في مدينه المحمديه باش يمشيوا في هذا الاتجاه ديال تكوين فيدراليه باش الصوت ديالنا يوصل على الصعيد الوطني، ما نبقاوش تقريبا على الصعيد الاقليمي. ولكن هذا الشيء دابا تقريبا المتقاعد اصبح تيعيش واحد شي مشاكل تقريبا مشتركه، وبغينا هذه المشاكل اللي عندنا حنا تفريق ربما خاص يكون واحد التكتل تقريبا تحت لواء فيدراليه باش هذيك الفيدراليه تقريبا اللي غادي يكون عندها واحد المتسع وتكون عندها صلاحيات باش تكون بعدها عندها اتصالات بعدها الصعيد. كيفاش تدافع؟ شكرا على الكلمه تماما.